طيب من وجهة نظر حضرتك يا فندم، شايف ان احنا ازاي ممكن نقدر نوطن صناعة السيارات في مصر بشكل عام؟ ايه اللي احنا محتاجينه في هذا الإطار تحديدا؟ بصي طبعا واحدة هو معنى ان احنا نوطن الصناعه، الدوله اولا اهتمت بان يبقى في عندها استراتيجيه، وطلبت ان يبقى فيها اربع مزايا عشان يبقى في توطين صناعه مصريه، اللي هي عشان تزيد من نسبه التكوين المحلي او توطين المكونات الانتاج. فطبعا شيء طبيعي ان هي الدوله لما اهتمت ان يبقى في عندنا استثمارات او عندنا نسبه ارتفاع في نسبه المكون المحلي، او ان احنا يبقى في صناعه كهربائيه او نسبه استثمار، والدوله تعمل انشاء لمؤسسه عليا برئاسه رئيس مجلس الوزراء، فده اهتمام من الدوله عشان خاطر تدعم القطاع. القطاع مش دخله ما بيأثر تأثير كبير جدا على الدخل القومي، يعتبر من اكثر الدخول او يمكن ثالث او رابع دخل للدوله، فبيؤدي لان احنا عندنا ضرائب وعندنا جمارك وعندنا مصاريف وعندنا مرتبات، عندنا حاجات كتير جدا بتساعد في توطين صناعه السيارات. فشيء طبيعي ان الدوله لما تكون مهتمه بحاجه كده، وجود لجنه عليا، فهيبقى التعامل مع الدايركت مع الحكومه ما بين عن طريق اللجنه دي هيؤدي الى انتاج نسبه كبيره جدا للمصانع انها تهتم بانها تزود وتوطن الصناعه المحليه، وده اللي هيؤدي في النهايه ان احنا نقدر نزود نسبه المكون المحلي، اللي بناء عليه نقدر يبقى عندنا صناعه ويبقى عندنا انتاج وفير من السيارات في الفتره الحاليه على الفتره القادمه، عشان على الاقل نغطي العجز اللي موجود حاليا دلوقتي في السيارات الموجوده في السوق المحلي. طيب يعني هذا القرار يا فندم بإعطاء الرخصة الذهبية لإقامة مصنع سيارات وقطارات كهربائية في مصر، شايف ان ده ازاي بينعكس او ازاي ممكن بيعطي رسالة ثقة وأمان للمستثمرين وبمثابة تشجيع برضو على اتخاذ قرارات الاستثمار في السوق المصري؟ بصي حضرتك، كان دايما المستثمر بيشتكي بانه عنده مشكلة في التعامل مع الإدارات المعنية في الدولة لاستخراج رخص واستخراج تراخيص عمل، فبالتالي لما النهارده بنبعت احنا رساله للعالم كله او للمستثمرين بان احنا كدوله عندنا استعداد ان احنا ندي رخص وتسهيلا على الشركات وعلى المستثمرين ان تعالى استثمر في البلد، وان احنا ندي رخصه ذهبيه على اساس ان احنا قادرين على ان احنا نستوعب احتياجاتك ونستوعب كل طلباتك، وبالتالي الدوله هتدعم وتساعد في توطين الصناعه المصريه. احنا كدولة كحكومة كمستثمرين ككبرى شايفين ان احنا رايحين في حتة كويسة جدا جدا بالنسبة لصناعة السيارات، ده اهتمام الحكومة، اهتمام المتخصصين، اهتمام الخبراء، وبالتالي المستثمرين لما بيشوفوا ان ده موجود بيبتدي يجوا ويبتدي يعملوا في مصر بكل تأكيد يا فندم.